واش غادي نقول لك؟ في الاول كانوا اللعابه ديالنا كانوا متحكمين في المقابله، ما في الاخر ديال الجوله الاولى حسيت بحال الا الايرانيين خداو الشجاعه منين المغاربه ما ماركوش شي بيت، فكان خاصنا غير ذاك البيت باش يتحيد هذاك الحاجز ديال عرفتي الكره. ان فويت مارك البيت الاول صافي اللعابه ديالنا يطلقوا، فانا لحد الساعه باقي كنترعد، باقي مخلوع. تنتمنى ان شاء الله، تنتمنى لهم في هذا الماتش هذا، نتمنى في الشوط الثاني نتمنى انهم يحققوا يماركيو بيت وجوج وثلاثه، علاش لا؟ لانه كل حظوظ معاهم، وحنا رحنا مراهنين عليهم والشعب باغي يفرح، فالله يفرح المغاربه كاملين، وان شاء الله المنتخب ديالنا يحقق نتائج كبيره في هذا كاس العالم. وبالنسبه للاداء، هو اداء مقنع، اداء جيد، كنتمناو ان هذا الاداء هذا يتمر على نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ويفرحونا ويفوزوا بهذه المقابله، لان مقابله مهمه، والمقابله الى فاز بها الفريق ضروري انه الحظوظ كتكون اكبر باش يتاهل للدور الثاني. فيا ربي فرحونا، باقي 45 دقيقه، كنتمنى ان شاء الله يجي فيها الفوز ويفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. ميرسي بوكو، شكرا. الله يحفظك. المطلع الاول غدا مزيان، الدراري بانوا واحد المستوى كبير، الماتش ماشي ساهل، يعني كان الاداء ديال متفوق على حنا، متفوق يعني في الاداء. كنتمنى واخا ناقصنا غير البيش، كنتمنى في هذه الميطه الثانيه الدراري يزيدوا يخدموا ويكون لنا ان شاء الله هدف ولا جوج في هذه المقابله ان شاء الله. كان ما كرهتش نمشي، ولكن عندي واحد التربص قريب، يعني هذه السيمانه ان شاء الله غادي ما نكون برا ان شاء الله. ما كاينش خلل، باقي ما عرفناش كيفاش نوصلوا، كانوا المحاولات بزاف، يعني باقي خاصها تلصق بزاف، خاصها تلصق الشوكه ان شاء الله. مرحبا.